بلا مسخره، انا كل هالحكي الفاضي ما بيخلص مشتي. عامل لك ها تاني مره ما تحكي معي هيك حكي. عم فهمك. ايوه شو بكون عشو عم تتناروا هلا؟ لما رجال بتكون عم تاكل هوا تحكي، النسوان بتنقبر بتسكت. انا رجال ولا انا عم اكل هوا؟ ليش هيك عم تحكي مع بنتي كوثر؟ ما بسمح لك، ما بسمح لك، ولا تفكر تطلع بالعالي، ما بسمح لك. ولك انا فردوس كرعوبة ولك. ها ماما مني ليش قصدي بالطفل؟ ايوه سمعاني يا داخل بين البصله وقشرتها. ماشي لفرجيكم فوق مو مقعدتكم ببيتي، قاعدين بحضني وعم تنتفوا بداني. في مرت عمي، نحن ما لنا قاعدين هون برضاتنا، نحن قاعدين هون غصب عننا، وفي عنا بيت نروح عليه. روحي طب اغراضك. فراس طول بالك. مالك سمعاني هالحكي الفاضي؟ اسا كل ما دق الكوز بالجرة قاعدين بحضني وعم تنتفوا بداني. روحي طب اغراضك. ماما لك كلمة. لك بده يروح يروح، بده 60 جنم. يعني فوت ضب اغراضي؟ ان شاء الله راح مع جوزي. جوزي ماما. هلا اذا كان جوزك تسمعي له شو ما قال شو ما عدي. روحي ضب اغراضك. ما في روح، عادي. روحي ضب اغراضك. عادي. لك روحي ضب اغراضك، راح اعد لثلاثة، إذا ما كنتي رايحة تضب اغراضك بروح لحالي. واحد. اثنين ونص. اثنين ونص وشوي. شوفي كوثر، إذا أمك بتوعدني مرة تانية ما تحكي بهالموضوع أنا بضل. ما بوعدك. لك أنا روحي ضبي غراضك. عادي. روحي. عادي. روحي. رح أكمل عد. وين وصلنا بالعد ذكريني؟ ما بعرف. وين وصلنا بالعد مرت عمي ذكريني؟ اثنين ونص وشوي. اثنين ونص وشوي ونتفق. اثنين ونص وشوي ونتفتين. اثنين ونص وشوي ونتفق ونتفتين وثلاث نتف. وين وصلنا؟ ثلاث نتف. اثنين ونص وشوي ونتفة ونتفتين وثلاث نتف وأربع نتف. ثلاثة إلا ثلاثة. ثلاثة إلا اثنين. ثلاثة إلا واحد. ثلاثة إلا صفر فاصلة تسعة. ثلاثة إلا صفر فاصلة ثمانية. رح أوصل للباب. خلصنا بقى فرج، يا روح يا نقلع. يا بروح يا بنقلع. لا بنقلع أحسن، أمك قلعتني. واحد اثنين ثلاثة خاطركم. فرج أمي راح فرج. أينو حدو 60 جهنم. حدي 60 جهنم؟ أنا غلطة. أنا ليش تسرعت وقلت ثلاثة؟ ما كان لازم أقول. كوثر خلصينا ساعة لتلبسة. جاهز محروق؟ جاهز مدام. خلينا نلحق الموعين. رنديفو؟ لك أنو رنديفو أنت الثاني؟ رايحين على دكتور أسنان. دكتور أسنان؟ دكتور بيطري ما بيهم المدام، المهم يكون ابن حلال. شو هالستر على الست بهالايام هي؟ بس اعطي بالك مدام، ها بده يكون داخل على طمعات، ما عاد حدا يتأمن فيه بهالايام الناطقة. ست حلقك احسن ما اشمط لك اياه من مطرحه. تشمطي؟ لسانك. بدي خيط لك يا لتمك، كم مرة قلت لك بس تكون المدام هون بتسكر تمك وما بتفتح وبلاب حرف؟ شلون؟ شو غلطنا بحق المدام؟ المدام رايحة تقلع ضرسها مو رايحة. لك يخرب بيتك شو نيتك عاطلي. خلصيني تأخرت على موعدي أنا. بعد محروس. سابق بعدين أنت. قلت شمق لي يا أبوك يا شمق. أبو كيروس؟ يا أبو كيروس؟ خطوش بدك أنا؟ فوت عمل لي قهوة. مو على طرموش أبو كيروس يا أبو ياسر؟ أبو ياسر؟ هيك عم تقول حاف من غير شيء؟ هلا شو بدي بهر لك إياها يعني؟ يعني حط لك فليفلة معها؟ والله بتصير بتنط ما بتحط. عم بضحكك ما هيك؟ شو بنا أبو ياسر؟ شو بنا؟ لك لسه بيقول حاف؟ لعم بعيونك؟ يا سيدي ابو بطيخ ابو ياسر افندي اعطينا لك معها افندي انبسطوا افندي. هي بتقولها لواحد موظف مو لي. انا من مليونيريه البلد مو من جماعه الدخل المحدود. انا بيك فهمت؟ بيك بيك. هلا شو انا دافع من جيبتي؟ مين في جوا؟ ما في حدا. مدام فردوس راح تقلع درسها. وينك؟ انا فايت اعمل قهوه لحالي طالما ما في حدا. ما بيصير انت بيك، انا بعمل لك اياها. هلا اجتك الامي؟ انا فايت اعمل لحالي. لا انا بدي اعمل لك. خلص قلت لك انا يعني انا بعمل لحالي.
لك اولك عملنا اثنين انا بحبها حلوه كثير. ما شاء الله ما شاء الله، والله الفردوس مو بخلاني على حاله، انتو كانه سوبر ماركت. والله يوم جميل، نفس على الطبخ طيب. البيت بلا رجال بخوف، إله وحشة. يعني ضروري كنت تطلعي له خلاقه لفراج؟ كانت باطلة ومحولة يوم اللي حسبناه رجال علينا. ليش شبه؟ شبه فراج؟ رجال ولا مو رجال؟ اسكتي خرسي، لو كان جميل مثل البشر والعالم ما كنا احتجنا لفراج. بس شو بدي أحكي؟ جميل ناتقلب وسينا مثل علاقة المفاتيح وراقد فيها من بلد لبلد. لك كم مرة قلت لك وقت بتطالعي غراب رجعي لمكانه؟ مو أنا ماما، أنا راح أنام، بدك شي؟ لا سلامتك، لك كوثر تعتي لقلك. شوفي إذا سمعتي شي أو حسيتي بشي حركشة صرخي، وأنا كمان إذا سمعت شي أو حسيت بحركشة بحط أصابعي بدني بقولوا لاي، بتفيقي دغري. ماما الله يخليكي لا زعفلينا، هلا بصير بشوف أشكال وألوان قبل ما أنام. زعفلينا؟ لك روحي روحي، تعودت لي على مفردات فراش، اضربي أنت وياه. لك روحي دبقتني، لك روحي لا تخافي روحي. صحي على خير ماما. صحي على خير ماما. تنام عنك.
هلا وقتك. ليه جيت هيا هلا؟ مشان ما حدا يشوفني. بدي اتسكر الباب. سكرته. لا بتنام ولا بتخلي حدا ينام. ضلني شوفك بالسرقة أحسن. خلص حبيبي بكره منحل الموضوع. إذا ما هلا جيتي معك بدي أطلبك على بيت الطعام. بعدين ترجع لأمي. عم بشرب مي أمي. شنطايتي وينها؟ أنا شنطاي؟ كنت حاطط هون شنطايتي. فيها شي مهم؟ ما فيها شي فيها كيلوين شنجليش بس. يلا جاي جاي. بكره أدور لك عليها على طول. بتفطر هون. ايه؟ لا ما بدي اجي افطر هون، حردان انا، اخذ موقف. يعني اشتاق انت بكره وانا براضيك على امي. بسرعة طلع. شو عم تعملي كوكب؟ ايه يلا جاي جاي. فايز ها؟ ابو فايز مسافر صار له فتره برات البلد. مين معه مفتاح الباب الخارجي؟ الكل. ليش؟ يلي فات معه مفتاح ما في اثار خلع على الباب، بتشكوا بحدا؟ ابو كيروز. انا هذا مفتاح البلد. اجتبى لقلك اجتبى، بتكون ساحب عنه شارجي نسخه. ما بدها شطاره. سيدي نظراته بتدل على انه حرامي، هيئته، وقفته، صباطه، خرطوش مرضه. يا جماعه انا انسان شريف. لا تتسرعوا على كل، هلا بتروح معنا على المخفر بناخذ افادتك، واذا كنت بريء ما في داعي تخاف ابدا. الله وكيلكم بريء انا. اذا كنت بريء لكن ليش ركبك مو حاملينك؟ يا جماعه انا بريء. لك نحن اللي منحدد اذا كنت بريء ولا لا، حاجه تنوح مثل النسوان بقى. مسك جروا على البوكس لشوف. خلصني يا صرم. يا روح. لا يا
حين لا. هدول ما بيتأمل لحدا منهم، بيكونوا مقروصين. فاكرين اختارينا هيك على غفلة؟ ما بيعرفوا ان الواحد منا ما جمع الثروة الا بعد ما شبع بدلة. اي طبعا، مفكرين المصاري نزلت عليكم بقفة من السقف. اصلا انا من الاول لازم اكشفوا على حقيقته. ليش عمل شي شغلة قبل هالمرة؟ شغلات ما بلحق اطلع ساعة الا بيكون نظف لي اياه للبراد. ايه بس يا فردوس، يعني هي شغلة الاكل مو مشكلة، مو سرقة. يعني بجوز يكون جوعان، بجوز هفت نفسه على شغلة. يعني دناوة نفس. الو، اهلين سيدي. يعني نحن ما افترينا عليه. شو هالحكي؟ معناتها ما استفدنا شيء. ان شاء الله يعترف سيدي. ماشي، عم نعذبكم معنا سيدي. هذا ابو شكيب، عم بيقول ابو كيروز اعترف. لكن عن ايش كنتي عم تقولي ان شاء الله يعترف؟ هو اعترف بالسرقة بس ما عم يعترف وين مخبي المصاري. إلهي وسيدي مولاي، ينزلوا زهرمان بخاري هالكم قرص كبه اللي سفقتهم بمعدتك، لأن أنا لسه ما قدرتهم. مدام جبتي سيرة الكبه بالتحقيق؟ من شان تصير مسخرة يعني؟ حدا بيرفع دعوة من شان سرقت كم قرص كبه؟ ما بقدر اترك امي لحالها بعد اللي صار. ليش شو صار؟ مو ابو كيروز امبارح بالليل سرقنا؟ بعرف ابو كيروز سرقكم. كيف؟ عم قول لحالي مين سرق لي الشنجليشات؟ لا شنجليشاتك امبارح بعد ما رحت لقيتهم. شوف رام، شو بلايك رجعت؟ جاي شوف حرمتي ولا ممنوع؟ لا مو ممنوع. انا ماشي. بدك شي كوسر؟ انا ماشي. رح امشي. وين ماشي يا عون؟ يعني غيرتي رايك؟ بشو؟ نسيتي امبارح لما قلعتيني؟ انا ما قلعتك، قلت لك يا روح يا نقلع، خيرتك. وهلا؟ وهلا برضه يا روح يا نقلع، نشف دمي. خلصونا بقى فرانج، يا روح يا نقلعها. جكارة فيكم انتو تنتين. رح الله يسامحك يا جميل، خليت كل من هب ودب يتحكم فينا. ولا يهمك مرت عمي، في وراك رجال، انا هون. شايفتك من قله رجال صار الديك عنتر. هلا جميل رجال وانا مو رجال. انا عم اقول من قله رجال مو من قله الدبب. الشنطة لمين وشو جابها لهم؟ هي لفرج فيها شنجليش. يا هي روحي كبيني يا عمر بريحته، طالع ريحة البراد شنجليش. وري ماما تعي شوفي هالشوفه. لعمة شو ها؟ ما بعرف. امتى جاب الشنطة فرج؟ امبارح بالليل. ليش اجا امبارح بالليل؟ ايه اجا. معناتها مبينة. شو هي اللي مبينة؟ يبعت لي همة تهم لأبو كيروز الظلم. ليش مو هو الحرامي؟ لك تعلم المصاري بشنتاي الفرع، شو دخله ابو كيرو؟ ايه بس ابو كيرو اعترف. ايه مو مشكلة، ابو شكيب بينطقوا للحجر. ما بصدق ما بصدق، فرج ما بيسرق. قومي تروحي قتل. يا ما تحت السواهي دواهي. العمى هذا المبلغ قد اللي مسروق على مرتين، يخرب بيته. وبلكي المصاري لفرج؟ يعني ضروري يكونوا نفس اللي انسرقوا؟ لك هاي هي الرزمة اللي أنا كاتبة عليها اسم التاجر اللي كنت يبعت لها السيد جلموت. ماما
ان شاء الله بدك تخبري الشرطه؟ لا ما بدي خبر الشرطه، مو ناقصنا فضايح. بعدين المربح مو معنا اذا خبرنا الشرطه، نحن انسرقنا 200,000 هدول بيطلعوا اكثر من 600,000، اذا خبرنا الشرطه بيعطونا ال 200,000 بياخذوا الباقي. وابو كيروز ماما؟ معناتها متفق هو وفرح. ما بصدق ما بصدق فرح بعد عمنها. اوعك تجيبي سيره قدام فرح. بس انا قلت له امبارح اني لقيت الشنطاي. رجعي لي لضاعوا. شبه ليش عم تطلعي فيه؟ ما عم طلع. الناس بتقول نعيما. نعيما. نعيما ها؟ ابن عمي. ايوه ينعم عليكي بنت عمي. تعي 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 نتفرج على هالفيلم، في فيلم حلو كثير هلا بدهم يعرضوه. انا هذا الفيلم شايفه بالمغازي 5 مرات متواصله، عدي. هذا الفيلم قصته حلوه كثير، عن واحد اتهموه بالسرقه وهو مو سارق. واعترف؟ شلون بده يعترف لك جد اذا مو هو السارق؟ فرج؟ أنا بشك إنه أبو كيروز بريء. ها؟ أنا متأكد إنه أبو كيروز بريء. وشلون أنت متأكد؟ حدسي، حدسي هيك قال لي، هلا خلصينا بقى، خلينا نشوف الفيلم. معناها هو الحرامي. فراج؟ أنت بتحب الشنجليش؟ صحيح ذكرتيني، أوعى، أوعى حدا يفتح الشنتاية ها، الشنجليشات اللي فيها مو لإلي. قلت لي مو إلك، لكن لمين؟ هدول جماعة من عندنا من الضيعة، بعتينهم لابنهم بالجامعة. فراج الشنطاية ضاعت. ها؟ شلون ضاعت؟ مو على بنا لقيتيها؟ هي لقيتها أنا لحالها ورجعت ضاعت لحالها. شلون يعني لقيتيها لحالها ورجعت ضاعت لحالها؟ ما عم بفهم عليكي، فضيحة فضيحة. كل هيك الشغلة مهمة؟ طبيعي مهمة، هلا أهله بيفكروني إنه أنا آكله إياهو. إيش هو هالشغلة؟ أنت أصلاً ما بتحب الشنجليش، وإذا كثير همك الموضوع اشتري له غيرهم. ما بيمشي الحال، شنجليشات أمه هدول. شكليش السوق مغشوش. هو شو راح يعرفوا انهم هدول من السوق؟ شو راح يعرفوا؟ هاد خبير شنكليش، مدمن شنكليش، بيميز شنكليشات امه من بين 200 قرض شنكليش. دبر حجاج لقلك، دبر. ما قلت شي؟ لا ما قلت شي. تلقي ابو شكي، ما انا وفقك يا ابو شكي. أي أبوكي يا الفلا أبوكي. وين عطينا المفتاح؟ دعما ما أحلى يكون ضاع مرة تانية هذا المفتاح. وين ذهب؟ ليه ماشي اللي زادت تركي لي إياها بحتاجها. أي مع السلامة. محروس. ايه هذا انت ابو كيرو؟ ايه شو مالك متوقع ان اكون انا؟ يعني انت هربت من الحبل؟ لا ست الكل انا طلعت برا. ايه الف مبروك. شو ببالي ضايع المفتاح؟ لا يعملوني فلقه كان على قلب كبك بنطلون امهر. ظلمتك انا ابو كيرو. مالك خلص بقى فكك. ما بدي فكك. خرطوش فردان ابوك الخرطوش. ما بدي بس صباطه بعد الفلقه ده علي الصباط. ليش حطوك عم ساعة الري؟ صباح الخير. شايفك اجيت لهون بدل ما تروح على البيت. بدي اعرف ليش تعموني لك. ايه واضحه كل انسان ممكن يظن رغم انه بعض الظن اسمه، بس يلي ما عم افهمه شلون بتعترف لك. ايه بعمري ما شفت واحد يعترف بجريمه مو عاملها. انا حكيت شغله ما عرفت انك فيها، وكل ما اهلك لي كذاب. يعني اذا قلت لك كذاب بتقوم بتعترف؟ ليش انت كنت تقول لي اياها حاف؟ حتى ولو كنت لازم تصر على موقفك. لك ايه انا مهنتي الشك، اذا كل واحد بده يحلفني وصدقه ايه كانوا كل المجرمين بيطلعوا براءة. وبعدين ابو كيروز انت اصلا لحلفانك اللي ماله داعي ها خليتني شك فيك. سيدي شو رايك بفنجان قهوه مشان انا افهم القصه على رواق؟ تعا ابو كيروز. من؟ ايه تعا. القصة يا أم جميل إنه الحرامي الحقيقي بيان، وأنا جاي لعندكم مشان هالخصوص. أنا كنت عرفانة سيدي ومتوقع إنكم أنتوا رح تتعرفوا عليه. يعني كنت تتوقعي إنه مو أبو كيروز الحرامي؟ سيدي من مبارح بالليل وأنا عم أشك بالموضوع. هلا المهم الحرامي ما عم يعترف بالمصاري. وإمتى لحقتوا تحققوا معه؟ ف
فورا بس القينا عليه القبض بالجرم المشهود. ليش كمشتوه؟ لك شو صرنا عمال يحكي من ساعه؟ طبعا كمشناه بس ما عم يعترف بالمصاري. بركي ما كان هو اللص. لك اعترف بالسرقه بس ما عم يعترف بسرقه المصاري. لك حكى لي قصه ما بتدخل بضمانات العقل. قال عبى المصاري هون بالشنطه واخذهن على البيت، وقت فتحها بالبيت شافها معبايه شنكليش. شنكليش ساتي فرنج. مرحبا بشكي. شو جابك؟ شو فوتك؟ بلا حكي فاضي. حكي فاضي؟ بدي اعرف شو التفاصيل. تعال شوف. تعال بدي اعرف شو قصه الشنكليش. احترامي سيدي. ما لهم قصه، ما لهم قصه. هذول سيدي بعتهم ام رشيد. مين ام رشيد؟ حرمه من عندنا من الضيعه، بعتهم لابنها الصغير سلوم سليم. شو بيشتغل؟ طالب بالجامعه. وين ساكن؟ بالمساكن. مين وصل لك اياهم؟ مالك. مالك مين؟ مالك راضي. مين مالك راضي؟ شوفير الميكرو. شوفير الميكرو. شو جاب الشنكليشات لهون؟ هاد يا سيدي، انا يومت اللي صارت السرقه انا كنت جاي زياره لهو. اوف، زياره لهون. ليش حضرته مو ساكن هون؟ بلا سيدي ساكن هون، بس كان في بيناتنا خلاف بوجهات النظر. شايف؟ شايف. بس حول ايش؟ خلاص مو ضروري نحكي اللي صار بيناتنا قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى، قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى. سيدي ابو شكيب خلاص بقى. ما بصير يا ام جميل، انا لازم اعرف كل حيثيات الجريمه، لانه كل تفصيل صغير ممكن يدلنا على الحقيقه. إيه نحن ما صدقنا امتى تصالحنا، بدك يانا نرجع نختلف؟ خلاص انا مسامحته للحرامي. ما بيصير. شو مسامحتي ما مسامحتي؟ الشنطة اللي فيها المصاري تحتوي على مسروقات جماعة الحرامي من عدة محلات. ليش ما عنده غير هالشنطة؟ لأنه بنفس الليلة سرق عدة محلات تجارية، يعني حرامي جملة، ما حرامي فراق. شو قلت لي عنوانها لهيدي ام رشيد وابنها وهذا شوفير الميكرو؟ مشانشو ابو شكي. بدي اعرف التفاصيل، بدي خليهم ياخذوا افادتهم. جيبي لي ورقه وقلم لشوف، وعود هني واكتب لي العناوين لشوف. يلا اتحرك. بس ابو شكي يستر على عرضك، لا تجيبوا سيرتي بالتحقيقها. من ايش خايف؟ يعني بصيروا كلهم بالضيعه بعدين يفكروني فسان. اكتب وبلا لعي، اكتب لي لشوف. مالك راضي. وهلا مشاني شو بدنا نعمل؟ عم ترجع على شغلك لبقت عيدان. شو هي ما بقت عيدان؟ ليش انا شو عملت؟ لك ما انت اعترفت. ايه؟ لأن الرماد اهون من العمى، بس انا ما سرقت. لا دخانة بلا نار. ما ببل، انا بدي رد اعتبار. مظبوط، انا رديت له اعتباره وصيته فنجان قهوه كمان. عبد المنعم عمايري وهمام الزعيم، هدول اللي بتذكرهم. وانا راح اسقيك احلى فنجان قهوه. لا ابدا، فنجان قهوه ما بيمشي الحال ابدا. لك شو بدك مصاري؟ بدي ترفعوني. حطك مدير شركه؟ لا انا مالي طميع، بدي تغيروا لي منصبي من عازل لرئيس قسم الخدم. روح عينتك رئيس قسم الخدم. ما بضل هيك، بدي اياه بقرار منضي منك ومخدوم، وبدي شاهد عليه ابو شكيب ويكون معي نسخه منه. غيره؟ تتري سوي لي فنجان قهوه. تتقطع. أبوك يا العزمة أحلام. أيوة. أيوة. شو مشواري يا أمي؟ شو مبسط مالك فيه؟ كنا مشتكي معك. كله قضيناه على ظهر الجحش وعم فص علينا. أيوة. 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 عبد الكلام. أيوة. مرت عني ورجع عمي أواصل. طع عبد الكلام. مرت عمي إجا عمي أواصل. هجموا عليه نص الضيعة والنص الثاني بالغيطة، والنص الثاني بالغيطة. يا بيضة زروا من الأنقاذ بس يلو نابيضة. بس يلو نابيضة. عم بتمشى عبد في النهر إجا مئزي دافشني عالجورة. إجا مئزي دافشني عالجورة. زروا مين اللي أنقذني بس بس يلو طول الحورة. يلا بس بس يلو للحورة. يلا بس بس
حطينا لك سيران كنا بنشتكي فيه كلياتهم، نشوي سودا وناكل دهنه، نشوي سودا وناكل دهنه، اكلنا اكله قلينا كمان، سكرت ايام زمان شو انبسطنا فيها. امي شلون الغنيه عجبتك؟ جميله جميل، بس انت عم تغني عن البيضه وبسينا سودا، يعني مو سودا سودا، حنطيه حنطه، لا تاخذيني بسينا محنطه انت. خدي راحتك مرت عمي. بعدين وين عم تقلي طول الحورة؟ بوسينا طول الحورة طول الفجلة، لا تاخذيني بوسينا طول العقب انتي. ماما كوسار تركي يا تحكي، حكي يا تحليل مرت عمي، احكي مرت عمي، انت بتحكي ونحن بنضحك. صخرة اللي خلفك لاني انا. لا هو لو مرت عمي نحن من بعدك. لا من قبلي ولا من بعدي. مرت عمي زعلتي مني؟ لا تزعلي انا عم بمزح. لا زعلت منك ولا منه، خلاص بقيتيني تركيني. لك حاجه نكزتني، نكرو نكرز. هذا انت مو قلت رايح على الضيعه؟ كل الشوفيرية قالوا لي يا فرج اوعى تطلع على الضيعة. ليش فرج ليه؟ لأنه أبو شكي بيخرب بيته سوالي فضيحة. هلا إذا الشرطة حققت مع حدا يعني فضيحة؟ إيه مو تاركين شب الضيعة مو كامشين، وكامشين 20 شب مثل الفلة من الضيعة. أوف ليش شو عاملين؟ مش تاركين بسرقة أسئلة البكالوريا اللي صارت السنة الماضية. وأنت شو دخلك؟ شو دخلنا؟ منين استهدى عليهم ابو شكيب غير من ورا راس الشنكليشات تبع ام رشيد؟ كله كله من ورا راسي انا، كتبتهم اسم اسم. هو علينا لك عاجع الغاز، فهمنا شو القصه. راح ابو شكيب لعند ام رشيد واخذ عينه من الشنكليشات تبعها وعملوا له تحليل بالمخبر الجنائي. ولك ايه واللعيه، فهمنا شو صار. طلعت العينه مطابقه لنفس الشنكليشات اللي كانوا عم ياكلوا منهم هدول اللي سرقوا الاسئله. وشو عرفن شو كانوا عم ياكلوا هدول اللي سرقوا الاسئله؟ لانه سليم ابن الام رشيد وهو رايح يسرق الاسئله اخذ معه سندويشه شنقليش زواده مثل رايح على الفلاحه. يخرب بيته لكل الابن وبعدين روح يسرق الاسئله الا ما تاخذ معك سندويشه شنقليش. وانت شو دخلك؟ شو دخلني؟ لسه بتسال شو دخلني؟ لانه ابو شكيب كل ما حقق مع واحد يقول له اخذنا عنوانك من فرج. يلا احترامي سيدي. صباح الخير. يا سيد فرج ممكن تعطيني اوصاف الشنطه اللي كان فيها الشنكليش؟ اسف ما بقدر بعطيك. بتعرف شو عقوبه اللي بخبي حقائق عن القانون؟ ان شاء الله يكون مؤبد، لو بتعلق مشنقتي ما رح بحكي. هلا محرزه مشان شنطه، قل له على شكلها وخلصنا. حكينا عن الشنكليشات ندك 20 واحد بالحبس، هلا اذا بحكي له عن الشنطه ابصر شو رح يصير. لك شو شايفني عم اتبلاها؟ بعدين انت مستعل الجريمه اللي عملوها؟ جريمه؟ انو جريمه يا رجل؟ انو جريمه؟ سرقوا الاسئله وسقطوا بالفحص، مرق لهم اياها ابو شكيب، الا يعني تساويني فساد بالبلد. بالقانون ما في تمرير، الشغله كانت مقيده ضد مجهول، طلع وراها 20 واحد. اخي احبسني معلش، انا مسامحك، بس ما راح قر على ولا واحد. لك لون الشنطه، عم غنجك انا؟ فراج فراج. قلو هذا بيبدا بالاذن بينكهبل. اوعى كل شيء الا لون الشنطه خضراء. ابو كيروس رئيس الخدم؟ تعيني تعب. ما قلت لك بيبدا بالاذن، ما صدقتني. هلا صدقتك. شو قلت لي لون الشنطه ما سمعت؟ خضراء خضراء. ايه بس الشنطه تبع اللص لونها زرقاء، دوروا لي علي هون لشوف. يلا هون. ليش هون ابو شكي؟ لانه مخربط، اخذ الخضرة بدل الزرقاء، الدنيا كانت عتمة. بركي كان عم يكذب. لا ما عم يكذب، لو كان عندي شك 1% ما كنت اجيت، انا متاكد انه هون. سيدي لو كانت الشنطة هون كنا لقيناها، وين بدها تروح؟ سيدي كاني انا لمحت شنطة يا زرقاء تحت الغاز وقت كنت عم بغلي قهوة على بكرة. العمى تشبه شنطاي ابو مرعي. لك مين ابو مرعي؟ الرجال على حافه قبره عمره 90 سنه، لا تقول لي بدك عنوانه. طبعا ممكن يكون رئيس العصابه، هاتي له ورقه وقلم لحتى يكتب الاسماء اللي بيعرفها ابو مرعي. حاضر سيدي. تعي نزلوا لي هالشاره لانه نهايته على يدي ابوك. النهايه